احنا معانا بنشكر مداخلة يعني. من الحاج وحيد من الجيزة. ألو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ازيك يا ورحمة الله دكتور وبركاته. حامد، وازاي ضيوف حضرتك؟ أهلا يا حاج وحيد، احنا اتفضل. نشكر الشركة التي نفذت على أرض الواقع الصوامع، أن القمح اتدهور ليه أكثر من 80 سنة، كان بيروح الشون ويتدهور ويتبهدل من المطرة ويتبهدل من التراب ويتبهدل من كل حاجة. بس أرجو من المهندسين معاك اللي حضرتك اللي مصممين المطاحن يقولوا لنا ارقامهم، يعني في رجال اعمال عاوزه تعمل مجمعات المطاحن دي حضرتك، يعني يقولوا لنا ارقامهم او يظهروها على الشاشه، عشان يعني في رجال اعمال عايزه تعملها وتصممها عشان يوصلوا لهم ويتعاقد معاهم. واحنا نشكر التفكير العظيم ونشكر المهندسين المصريين المحترمين الذي حافظوا على قمح مصر وثوره قمح مصر وجزاه قمح شكرا مصر. واحنا كمان بنشكرهم والله يا حاج وحيد، متشكرين جدا، شكرا على هذه المداخلة. على فكرة الصمت فيها ميزة كبيرة.